61 نقم من عام 61 وقت الماتش الترجي والاتوال 71 وواحد خرجوا وحرقوا بتاع وضربوا بتاع السياح الاتوال تحلت عام 71 وبعد 71 وقت الشعب ناقم وحاقد والدوله ويكره الدوله والحرقه ما فماش حرقه وما فم شيء وما فماش فيزا وكذا والعرك والمعروك عاديه مساله ماتش كوره وكذا والغنايه بتاع سواحليه ما هاني موجوده في اليوتيوب عندها سنوات الغنايه شباب العاصمه اللي غنوا في سواحليه على الترجي ولا على الفريقي مسائل عاديه ما عندها بنت وش هي العنف ويا بندرول وين العنف؟ كي تقتي برشلونه قال باش يخرج من سباري ما عادش باش يلعب في البطوله الاسبانيه برشلونه وساندت طموح الباسك ما عندها شوف انت اللي صار في المغرب اللي صار في الجزائر عارف معروف بالله بين ليكيبات نحن ما فماش كل عنف شكون اللي قاعد يهوي؟ اظن اللي راهو ساعات تمشيو من شعارات كبرى شنو هي؟ فما حديث يا نجيب توافق ولا الحديث هذا ولا نقول لك حديث كل من ها ولست مسؤول عن الحديث هذا في وقت بن علي تذكرها بباجة والترجي صار في ديما تصير بين الجمهور خلي مو كي موتونا لا 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 ما فيها بس نكمل فكرة لا لا تكمل فكرة نكمل مداخلتي ما فيها بس من اصل الدنيا عارك ومعروك عادية ما فيهاش تهويلات كبيرة الوين اليوم علاش النقاش هو على البلاغ بتاع النجم رياض الساحل تقول انت الاتوال كبرت الحكايه؟ لانه هي امس حد ما فهم شيء حكيناش على العنف، العنف اللي ريناه الناس الكل كان ما بين الجروبات بتاع الاتوال في بعض. العنف نتاع حكينا عليه نحن، بعد الاتوال ما هبطت بلاغ وحقها مش هبطت بلاغ قالت يعطيك الصحه يا وزاره الداخليه. باش نشري باش نشكي للكاف وباش نشكي حضرت ملف للكاف واعتذروا. ما هو يلزم زاد يا تعتذروا وفي الموضوع وكفى المؤمنين شر القتال. يطلع المسؤولين بتاع الترجي يعتذروا في الموضوع يا اشكي الكاف ابا يعتذروا تشكي الكاف برشا يعني انت تقول هي المديره بتاع الاتوال هي اللي تهول يا برهاني نوب عليك لا قول لي بوضوح تقصد في البلاغ بتاع النجم رياض الساحلي تقول لك الفصل 132 الكاف شنو فيه الفصل 132 في الكاف؟ الفيه تتعاقب الترجي الرياضي التونسي كي يثبت الشيء هذا اللي هو شعارات عنصريه الى غير ذلك تتعاقب بالفلوس وبحرمان الجمهور ايوه وكل تعاقب الجمهور وحرمان الفلوس ايش يصير؟ نحن الترجي اليوم في سرسي. تطيح من الكاف، تطيح من الشامبيونز ليج. لان عندها حكم سابق. اللي عندها نحن في سرسي مازال ما غلقش العام. ما حكم علينا في سرسي كان الجمهور يعمل حاجه. يعاقبونا بالجميع المشاركات الدوليه. عام 2025 الترجي بيشارك في كاس العالم للانديه. راهو مجرد المشاركه 5 مليون دولار مجرد المشاركه هي الخطر الرابعه باش يشاركوا اربعه من افريقيا الترجي التو الرابعه هي معناتها انت كي تطبق ال 132 اللي طلبتي به كهيئه مديره بتاع النجم الرياضي الساحلي هاوش باش يصير يعني ايش تحب تقول عركه هيئات مديره يهيجوا الجماهير لا هيك الحديث لا 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 مالا شنو؟ الهيئه المديره بتاع النجم الرياضي الساحلي في ظل الوضعيه الماليه اللي عايشتها في ظل النتائج السلبية الموجودة تو تخرج في المسؤولية الناس أخرى أنا نراه في صفحات بتاع مثال نجم الرياضي الساحلي مثال يسبوا في الوالدين بتاع رضا شرف الدين اللي مخلي 17 مليار رضا شرف الدين في الإتوال مخلي 17 مليار رضا شرف الدين كي شد رئيس جامعة النجم الرياضي الساحلي مخلي 17 مليار في هذه الحق بربي نجيب نحب نفتح قوس أنا في هذه تفاجأت معناتها أنا نشوف صفحة راجل في الحبس راهو يسبوا له في معناها يدعيوا على والديه والاف كومنتات يقولوا امين وكذا على شنو وكذا لا ما هو نولي لهنا نشك في قصه دفع المسؤوليه احنا تصدير الازمه تصدير الازمه كي شفت حكايه رضا شرف الدين في بعض المواقع الهيئه المديره ايش تحب تعمل؟ الهيئه القديم هي سبب ونساو اللي بعد الهيئه بعد رضا جميع القرن الهيئه المديره هي سبب خلت لنا ورثه خايبه والجمعيات اللي ضدنا خلت انا كان جيت في براس النجم الرياضي الساحل ايش نقول؟ نقول يا جماهير الساحل تقريبا من حدود صفاقس الى تونس للخارج اليوم احنا في ازمه ماليه هل الصوار نخرجوا جمعيتنا ونبنوا جمعيه لانه حتى بالكوره بوري بالكوره البارح الترجي حاضر اكثر من النجم الرياضي الساحل ولكن نجيب من الحبس زاد التبرير زاد البوندرول اللي خرجت حديث. كنت تتفاجئ تحكي كما تحب وجمهور الترجي كان 1500 علاش البوندرول هذيك بالذات هذه السواحليه والترجي والعاصمه من الخلق الدنيا من 71 من العركه هذيك التو وراه ما فماش الروح هذيك ما فماش روح هذيك ما فماش ماتش علاش تحبوا الاخلاق برشا لان في التلفزه مش خلينا نكمل الفكره الاخلاق برشا لان في التلفزه
انت برهنة للدربي تعيط لي نجيبها يمشي خليك ايه تجيك لا قلت لك لا كذا لا بسيت انتمائك لجيتك لا كذا اخوي هاني استسمع فيه تحط بتاع شباب العاصمة في اليوتيوب اسمع ليه شي غنوا على حتى فما برشا تصاور من استاد سوسة فيها نرجع عد لك البندرولات اش قالوا وامكم وابوكم وكذا احنا ضد الممارسة هذه باش نرتقيو كمجمع دولة افلاطون الدولة الفاضلة ويا شبيبة وضوم الشبيبة بتاع ولد احياء شعبية عندكم الشبيبة يشرفوا اللي عرفوا في سوا في في, في في وسط سوسة ولا في البلاسين ولا في حياة ليه؟ لأن البيت كامل واقفة على الشبيبة بتاع ولد احياء شعبية مش لأنه بتاع احياء شعبية ما مش متربي ما نهولوش لأنه هما ينبروا على بعضهم في نطاق المعقول هيئة المديرة الطايحة شوية كيما قال سي محمد وغالب علاش ما يعملوش ماتش ودي؟ لانه مسؤوليه المسؤول شنو هي دور المسؤول هو مع 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 استجابه هيئه الترجي لطلب الاطوال في انه يعتذروا عاد كي هاني شكت تو شكت وزيد يعتذروا واضح محمد بوغلاف تعقيب الدور تعقيب يعني كي تسمع